اليوم الشرعي في الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إن نوى نفلا من النهار فلا إشكال لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم من فعله كما عند مسلم. لكن لو أكل، إذا أكل ولو بعد طلوع الفجر الثاني شيئا يسيرا ثم بعدها بدقائق أراد الصوم فلا صوم، لأن هذا ليس بصيام يوم شرعي.